أحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ: ما فضل سورة البقرة، وهل ورد قراءة أواخر سورة البقرة في كل يوم، وما المستفاد منها مأجوري؟ سورة البقرة سورة عظيمة، وهي سنام القرآن كما في الحديث، وهي أطول سورة في القرآن الكريم، لأنها تبلغ حوالي جزوين ونصف الجزء، هي أطول سورة في القرآن العظيم، وهي لا تطيقها البطلة أي الشياطين، والشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. وفيها آية الكرسي، أعظم آية في كتاب الله عز وجل آية الكرسي، آخرها آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه لا يكلف الله نفسا، الآيتان في قراءتهما في الصباح والمساء مع الورد فضيلة. نعم.